عملت وانا سيرفيس عملت وانا شغل ايه؟ عربيات كتير في السوق ملهاش قطع غيار، وعشان انا جبت عربيه ملهاش قطع غيار يبقى سعرها في اعاده البيع واقع، وازاي العربيه دي تبتدي تمشي؟ يعني مثلا يا زيزو عربيه زي الكومود، عربيه صيني نزلت فتره عملت شغل حلو، العربية اختفت، وكل ما حد يجي يقول لك انا عايز اشتريها اوعى تجيبها ملهاش قطع غيار في السوق اساسا. طب بس ازاي العربيه اللي زي دي لسه الواحد بيشوفها بيمشي في الشارع؟ ازاي بقى دي تمشي؟ اولا اصلا الناس او اللي بتبيع العربيه او بتشتري العربيه ما بينزلش يدور على حاجه غلط، او بيزعل منها ممكن يلف تمام او يجيبها من الناس، تخيل ان هو مثلا لسه بتبدا تدور وبتاع وكده، فبتشوف ان مثلا كل ما مثلا ما العربيه تبقى تنور وتنقاف مثلا من 2 3 وبتاع ما تنفعش تنور ولا تكييف مش تكييف اسعار عاليه. لا هي المشكله كلها ان انت مثلا لازم انت بتعرف ان الاماكن بتاعتها غير الصين حتى لو مش في عربيتك، بس فيما بعد لما تعوز لها قطعه تجيب معاك الادله مثلا حاجه تقول لي مثلا عايز حاجه ايه دي بتاعت ايه، طب مثلا شوف اللي عندك دي عندك بتاع شكلها على شكل مش بتاعت ايه، بس انما احنا هنا مثلا بنوفر حاجات دي. لو مثلا انت العربيه دي فتره مثلا معينه في السوق كانت قطعه غير التكوين كده نحاول ان احنا ايه نجيب لها كل حاجه. طيب يعني العربية دي كده ما أنا صح قلت لي بيتوفق لها أو هي عربية تانية تديها قطع غيار؟ إيه بقى العربية التانية تديها قطع غيار؟ مثلا مثلا الهوفر دي اللي هي بتاعت البيت وود. أه 50% من العربية. طب هي إيه 50%؟ أنت قلت لي 50% من العربية، أنا ما بقتش عارف عفشة موتور يعني سلوك سيرفيس ما بقاش تقول إيه؟ سنة. انت عايز تقول لي يعني بص هو زيزو من الشباب الجامعيين، بس هو بقى له 8 سنين في التوكيل، فزيزو قطع غيار عارف كل قطعه برقمها وعارف دي شبه ايه بالظبط والملي وفرق المقاسات والكلام ده كله. فانا بحاول ان انا اقول لزيزو يا زيزو مثلا الهوفر دي هتدي العربيه العربيه الكومودو كام قطعه؟ هو مش عايز يقول كام قطعه، بس هو عايز يقول لك ان هي 50% ليها، عشان هو على مسؤوليته قارن القطعه دي بالقطعه دي ولاقيهم شبه بعض قاسهم وجربهم في العربيه دي ولقاها اشتغلت والدنيا تمام وهي هي بالظبط، فبالتالي هو بيبيعها لك عشان قطعه كومودو مش قطعه. عارفين الفيرنا والماتريكس الاثنين واحد بالملي في كل حاجه ما عدا الشكل الخارجي، فانت لو عربيتك ماتريكس ورحت قلت له عايز مثلا ماستر بتقياس ماتريكس او حاجه في العربيه الماتريكس هيديك حته الفيرنا، ومش شرط ده يقول لك ان دي حته الفيرنا، بس هو حاجه ركبتها بالملي. هو زياد مش عايز يقول لي كام قطعه في الكومودو بياخدها من الهوفر عشان ده سر المهم. طب ماشي ايه تاني برضه ممكن يدي الكومود؟ انا احنا معانا كمثال ككومود مثلا مش حاجه اليابان، بس حاجه اليابان كانت اغلى في السعر فانت ممكن ما تجيبهاش. اه فتبقى كبير الصيني انت اللي ترجع برضه تشوف حاجه تانيه. طيب هي كم في المية ممكن طيب من اليابان تجيبها؟ مش كتير قوي، بس ممكن مثلا من اليابان بس 10%. من انهي عربيه في اليابان؟ تويوتا مثلا. انهي تويوتا؟ لا ده اسمه عربي يعني ما تويوتا بس تويوتا بس كده ايه بس يعني هي ممكن تقوم بتويوتا وانا اعتقد هاي اعتقد بخبرة مون. ماشي ايه تاني برضو من العربيات الدرجة ان هي قطع غيارها اختفت منكم مثلا الجيلات القديمة بقى اللي قبل اللامبورجيني مثلا الجيل سي كي 1 و2 مثلا والام كي سي كي والام كي بتوع 2006 و2 7 و8 و8 اه الفترة دي الفترة دي فعلا قبل اللامبورجيني مظبوط. فيها قطع غيار؟ ايوه موجود. بتاخدها منين؟ بتاخدها من بعضيها بقى يعني هي بتقسمها من بعض يعني انا كده ان هي ليها توفر بس انت منها في بعض. ممكن المعظم مثلا منهم كلهم بيركب واحد ممكن بنسبه 60% مثلا بنسبه 60% كلهم واحد والباقي مثلا بتبقى حاجات بسيطه مثلا حاجات بسيطه ممكن من بره ممكن تركب حاجات تانية بقى مش هتقول لي هي أكيد. من ايه ولا يعني مش كل حاجه هنتنازل شويه وهنشوف. طيب الماركات زي البريليانس القديم بريليانس اللي نزل فتره وما ظهرش تاني، طب البريليانس دوت بياخد منين؟ هو كله يعتبر حاجته كلها موجوده ما بتنقصش بس في موديلات في البريليانس حاجتها ناقصه. ماشي ما انت ما العربيه دي اصلا ما نزلش منها كتير او نزلت فتره كانت نازله حاجه معينه وخلاص انتهت بعد كده. انا عارف ان السي ار في مثلا بتدي عربيه ثانيه الاف ار بي ماشي ما الاف ار بي والاف اس بي كلهم بيدوا بعض. اه بتلاقي حاجات كلهم مشتركه من بعض مثلا.
عادي. حاول تكون معايا كده شويه انا عارف ان هي سر ما انا عارف ان هي سر ما تمام بس حاول تكون معايا برضو اوضح شويه. ها ماشي اوضح فيك اكتر من كده. كم في الميه مثلا من بعض بياخدوا من بعض الدكاتره؟ يعني كتير مثلا ممكن برضو نسبه 40 50% برضو حاجه زي كده من العربيات في الوقت. يعني انا مش هغلب عليهم قوي. ايوه انت لو قلنا عربيات بالفعل هي موجوده بقى في السوق وملهاش نقص في اي حاجه زي الاف 3 بتاعت البي واي دي. العربيه دي بتاخد من العربيات الياباني بنسبه قد ايه؟ من اكتر هي اصلا متصممه عشان تنزل زيها زي الياباني. يعني انت لو انا معايا اف 3 اشيل الحته اركب الياباني بدلها عادي. ماشي بس هتركب الياباني بكام مثلا؟ اذا كان هي مثلا بجنيه في الصيني هجيبها ب 2 جنيه في الياباني. فركب الصيني بتاعتها هي كده العربيه تنزل بنفس الخامه وكل حاجه هي بتاعت الياباني. ما فيهاش اختلاف. برضه. بس. ماشي يا زوز. ممكن انت اصلا الناس بتوع الياباني نفسهم اصلا بيجي ياخدوا حاجه الصيني لان هي اصلا حاجه الياباني بدات ترفع شويه. ترفع شويه. يعني نفس الكواليتي هي بتبقى بين الصيني وبين الياباني. قريبين الصيني والياباني نسبه كبيره قوي. كل حاجه سواء كان خامه او كان قطع غيار مثلا. طيب ايه تاني يا زوز؟ انا معاك. برضك عايزك تقول للمشاهد يعني انهي حته طمنه كده. انا انت بتقول 50% من العربيه الفلانيه تروح للعربيه الفلانيه بس انت ما عرفتوش ده. انا عارف ان هي سر مان. انا عارف ان هي سر مان. ماشي يوم بقى. بس ايه تاني من العربيات؟ ايه تاني من العربيات مثلا؟ ايه في الاسبرانزا مثلا؟ لا الاسبرانزا الحاجات دي كلها موجوده كلها موجوده ما بتنقصش. يعني انت عايز برضه بمعنى صح يا جماعه هي فكره ان عربيه قطع غيار بقت نادره الكلمه دي مش صح؟ مش نادرة يعني حاجات كده غير مثلا ناس معينة شغالة فيها مش كتير. قلت لي في أول الكلام معاك إنك أنت لازم تعرف سوق القطع الصيني فين أو سوق القطع نفسها فين. لأن أنت لو هتروح للتاجر أنا بدور على دي لازم أطلب القطع في إيدي وأنا بدور على دي هو شافها وشاف قطعة شبهها قبل كده فبعينيه هيجي يبص ويقيس ويقول لك خد دي. أو هو من بدري واحد زيك عارف إن دي بتاعت كذا وإن عربية فلانية دي برضه بتاعت كذا وهيديله بتاعت العربيه الفلانيه بدلها بس مش هقول لك ان هي بتاعت العربيه الفلانيه عشان زيزو بيقول ده سر مان وخبره 8 سنين بقى و... عندك كام سنه زيزو؟ عندي 19 19 سنه يعني انت كده في المجال ده وانت من 11 سنه حاجه زي كده بتشوف القطع قدام عينيك وعارف دي زي ايه؟ حاجه زي الصنايعي كده بالظبط برضه ما اللي يخلي الصنايعي يقف ما يقفش على حاجه على طول مثلا يقول لك الصنايعي هو بيعرف يفتكر زي حاجه يمشي بيها الدنيا بس مش صح في كل الاوقات فانت عارفها بالرقم وبالملي ايوه بس وعلى مسؤوليتك معنا مسؤوليتك. طب لايك وفورو وحركه الاكس بوست لو انت بتابعنا على تيك توك ولايك وشير لو انت على فيسبوك ولايك وسبسكرايب فانجرز عشان تسمعكم على الكبير.